تمكن شاب سوري من فتح مطعم في القاهرة التي وصل إليها هاربا بسبب تردي الأوضاع الأمنية والقصف. مراد الذي تزوج من فتاة مصرية يحلم أن يكون مطعمه المتواضع منتدى ثقافي يجمع فيه الأصحاب لتبادل الطعام والكتب أيضا. التفاصيل نتابعها ضمن تقرير مراسلنا من القاهرة رمضان المطعني. خرج منها كالعديد من أبناء وطنه سوريا مجبرا، لكنه لم ينسلخ منها، فصدى سوريا وأغانيها وتراثها تشع داخل مطعمه ومشروعه الثاني بمصر الذي سماه مطبخ. هي قصة كفاح الشاب السوري مراد التي لن يتحملها تقرير واحد، لكننا سنبدأ مع بداية النجاح لمراد بتصميم مطعمه بنفسه من ديكورات وإضاءة وأثاث عن طريق إعادة تدوير الأخشاب. ما في فلوس، ما في يعني ما في وقت. ابتديت اعمل سيرش اونلاين ودور واعمل اشوف انا ممكن اعمل ايه، والموضوع حسيت شوي شوي عم بنتج شيء. فجاه الاقي عم يطلع معي لمباديره، عم يطلع معي اناره، عم يطلع معي طرابيزه، عم يطلع معي، يعني انا مستمتع فيها. هو مطعم بلا قائمة طعام، يقول مراد، كل يوم هو في شأن حاله حال أي بيت، لكنك في المجمل أمام طعام مصري سوري. أنا عندي لا، الموضوع مختلف. أنت بتيجي لعندي وبدك تسأل عاملين إيه، كأنك قاعد في بيتك، طبخين إيه النهاردة، فأنا هعطيك 4-5 خيارات، واحد منهم لازم يعجبك. فالفكرة بحد ذاتها عم تعجب حتى الجيست اللي عم ورواد المكان صاروا يحبوا هاي الفكرة، إنه دائما بيحبوا عنصر مفاجأة عندي. استراتيجية مراد تجاه مشروعه لم تتوقف كونه مطعم، لكنه يطلق العنان لخياله كي يراه منتدى يجمع أصحاب الفنون. ليكون مركز ثقافي، ليكون شبه مركز يعني هاند ميد، حاجات يعني نجمع بعضنا نحن اللي نشبه بعض. ومن وراء باب صغير تكمن زوجة مراد المصرية الداعمة له في كل خطواته، فمهمتها المطبخ لطهو الطعام بنفسها، ولكن قبل هذا كان دورها أكبر. قال لي طب احنا مش معانا فلوس نجيب حاجات نشتري حاجات، فقلت له هتتدبر. فنزلنا البوتاجاز من البيت وأنبوبة البيت والأطباق والحلل والمعالق والشوك والسكاكين كل حاجة، لأن احنا ما كانش معانا فلوس كتير. بالمناسبة احنا أصلا أول ما فتحنا ما كانش بيشتغل معانا حد خالص، كنت أنا وهو، عشان كانش معانا فلوس ندي لحد أجر. آرام اسم اختاره مراد لولده، والذي يحمل جزءا من تاريخ سوريا المسطر بمكتبة المطعم التي تحكي عن هوية الوطن وفي القلب منها الثورة السورية. وكان اهتمامي حتى بموضوع الكتب نوع من اللي بيعطي لمحة عن 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 عننا نحن، يعني أنا كسوريين موجودين هون بمكان مثلا ممكن يكون وإن كان يعني مش بلدنا بالآخر، يعني فهي بتعطي فكرة حتى الكتب الموجودة بتعطي لمحة عن نحن إيه. من نسمات الصباح وحتى منتصف الليلة تعمل العائلة داخل المطبخ وتستقبل الزبائن في وطنهم الصغير بجدران 4، يعلق عليها ما تبقى من ذكريات وآمال عن الوطن الكبير سوريا. تعددت تفاصيل المكان كما تعددت التحديات، ولكن تظل روح سوريا تطغى على تفاصيله. فهنا جزء من التاريخ السوري يسطر المكتبة، وقيم التسامح بالإنجيل والقرآن النابعة من شخصية مراد الذي عاش بروحه في هذا المكان وبوطنه آملا أن يعود إليها. لأخبار الآن، رمضان المطعني، القاهرة.